بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، أينما كنتم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لازلنا نعيش أياما مباركة، أيام شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن، والله سبحانه وتعالى بشرنا بمغفرة من عنده إذا ما نحن التزمنا بهذا الشهر وبتعاليمه وبالفرائض التي فرضت عليه وبما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، طريقنا هو طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، غايتنا هي رضا الله جل في علاه، فلا بد للسالك الذي يريد أن يعيش في رحاب الله سبحانه وتعالى، لا بد له من أن يتقرب وأن يسلك هذا الطريق. ومن الأمور التي تقربنا إلى هذا الطريق العظيم المبارك الذي به يستأنس الإنسان والذي بهذا الطريق يطمئن القلب هو المراقبة، أن تراقب الله سبحانه وتعالى. الله جل في علاه قال: إن الله كان عليكم رقيبا. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. المراقبة أن تجعل شعارك الله شاهدي، الله ناظري، الله مطلع علي. الإنسان إذا ما حقق هذا الباب، باب المراقبة، سوف يكون على صلة دائمة بالله جل في علاه. الله جل في علاه يقول: ألم يعلم بأن الله يرى. هذه الآية حركت رجل راعي إعرابي يسكن في جزيرة بين الجبال عن نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: خرجنا مع ابن عمر في ناحية من نواحي المدينة، قال: فوضعنا له سفرة طعام، فمر إعرابي فسلم، فقال له ابن عمر: هلم إلينا وأصب من طعامنا، أي تعال أيها الرجل وكل من طعامنا، فقال: هذا الراعي إني صائم. فقال الراعي: إني صائم. فتعجب ابن عمر، قال له: أفي هذا اليوم الشديد، أفي هذا اليوم الحار الشديد سمومه تصوم وأنت ترعى الغنم بين هذه الجبال؟ فقال: أبادر أيامي الخوالي، يريد أن يتزود، يريد أن يتهيأ للقاء الله سبحانه وتعالى. فعجب ابن عمر لفعله فأراد أن يختبره، فقال له: بعنا شاة من غنمك نعطيك ثمنها ونعطيك من لحمها تفطر عليه. فقال هذا الراعي: إنها ليست ملكي، إنها لسيدي. فقال ابن عمر: وما عساه فاعلا سيدك إن قلت له أكلها الذئب. أنت في جزيرة، والجزيرة تكثر فيها الذئاب، فإذا قلت لسيدك أكلها الذئب لا يبالي لهذا. فانصرف الإعرابي، ولى الإعرابي عن ابن عمر وهو يرفع إصبعه إلى السماء ويقول: فأين الله؟ فأين الله؟ هذه الآية: ألم يعلم بأن الله يرى، حركت هذا الإعرابي لأنه يعيش مع الله سبحانه وتعالى، فبكى
ابن عمر وهو يردد كلام الإعرابي، يقول الإعرابي يقول: فأين الله؟ فأين الله؟ وابن عمر ذهب إلى المدينة وسأل عن صاحب أو عن سيد هذا الراعي، فاشترى الراعي واشترى الغنم وقال له كلمة: أعتقتك في الدنيا، أسأل الله أن تعتقك في الآخرة، أين الله؟ اعلموا أن في هاتين الكلمتين منهج حياة أيها المسلم. أين الله من تصرفاتك؟ أين الله من كلامك؟ أين الله من خطواتك؟ أين الله؟ الله سبحانه وتعالى يراك، الله سبحانه وتعالى يسمعك، الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، الله سبحانه وتعالى معك في كل أحوالك. فلا تستهن بالله ولا تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين. أين الله؟ هذه الكلمة إذا ما جعلها المدير في دائرته يعني منهج حياة، سوف تكون هذه الدائرة مثالية. أين الله؟ يجب على الزوجة أن تحرك هذا المبدأ في بيتها مع زوجها مع أطفالها. أين الله؟ ينبغي للمعلم أن يحرك هذا الكلام أو هذا المنهج في مدرسته في صفه مع طلابه. أين الله؟ ينبغي للطبيب أن يراقب الله سبحانه وتعالى حينما يتعامل مع الآخرين. أين الله؟ منهج ثابت لا بد من أن تحققه إن أردت الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. واعلم أيها الحبيب أن أين الله هو الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي كلنا يحفظه، حينما جلس جبريل عليه السلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان، ثم قال له: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الله شاهدي، الله حاضري، الله مطلع علي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا هذا الباب، باب المراقبة، كي نعيش في رحابه، كي نأنس به جل في علاه، كي نطمئن معه، كي تكون كل حركاتنا وكل السكنات في قيامنا في جلوسنا في دخولنا في خروجنا مع الآخرين أننا نرى الله سبحانه وتعالى في كل تصرفاتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأله جل في علاه أن يتقبل منا هذا الصيام، وأن يتقبل منا القيام، وأن يتقبل منا الصلوات، وأن يتقبل منا الدعاء، وأن يرحم حالنا، وأن يتب علينا، وأن يجعلنا من الذين يتقربون إليه دائما. نعم أيها الأحبة، أين الله سبحانه وتعالى من تصرفاتك؟ أين الله سبحانه وتعالى من أقوالك، من أفعالك، من قلبك؟ نحن نقبل على أيام المباركات في رمضان، أيام مباركة التي كما قلنا أنزل الله سبحانه وتعالى فيها القرآن. وبعد رمضان إن شاء الله سوف تكون أيام العيد. هذا اليوم أيام عيد الفطر المبارك، والأيام التي تكون بعده أيام مباركة، ينبغي أن نحقق المراقبة أيضا في هذه الأيام، ليست في رمضان فقط. العبادة لا تكون في رمضان فقط. الله سبحانه وتعالى رب الشهور، رب رمضان وشعبان وشوال وكل الشهور، فينبغي أن تكون المراقبة في كل الأيام، في كل دقيقة من الدقائق التي تعيشها. ينبغي للمسلم في هذه الأيام أن يحقق المراقبة مع الله سبحانه وتعالى، وأن يسامح، وأن يتواصل مع الآخرين. ينبغي للأخ أن يتواصل مع أخيه، ينبغي للأخ أن يتواصل مع أخته، مع أقربائه، مع جيرانه، مع معارفه.
ينبغي للأخ أن يتكلم مع كل من خاصمهم في رمضان وقبل رمضان. ينبغي علينا أن تكون هذه القلوب قلوب سليمة تليق بلقاء الله سبحانه وتعالى. ينبغي في هذه الأيام المباركات الطيبات أن نتسامح، أن نتسامح. الدنيا هذه زائلة، الدنيا هذه فانية أيها الأحبة. سوف نمضي ونرحل من هذه الدنيا ولا يبقى إلا العمل الصالح، لا يبقى إلا الأثر. لا بد أن تضع أثرا طيبا جميلا يتكلم عنه الآخرين. لا بد أن تجعل بصمة في هذا المجتمع يترحم عليك من هم من بعدك. لا بد لنا أيها الأحباب أن نكون أصحاب قلوب سليمة بيضاء، خاصة في أيام العيد، أن تكون هذه القلوب خالية من الغش، خالية من الحسد، خالية من الكراهية، خالية من كل ما لم يرضى عليه الله سبحانه وتعالى. قلوب سليمة تليق برضا الله، بلقاء الله سبحانه وتعالى. قلوب سليمة تليق بلقاء الله سبحانه وتعالى. المراقبة هو الحل الوحيد لهذه القلوب السليمة. إذا ما أردت أن تجعل قلبك قلبا صافيا يليق بلقاء الله سبحانه وتعالى وأنت تقف بين يدي الله، يجب أن تحقق المراقبة، هذا المقام العظيم الذي يقربك من الله جل في علاه والذي يقربك من الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يجمع شملنا وأن يوحد صفنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. وآخر دعوانا أن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.